السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل ايه؟ صينية البسارية. بص يا حبايبي، البسارية طازة كده بتكلم عن نفسها. وده الطماطم والبصل والملح، ودي هريسة الشطة بالثوم اللي احنا عملناها سوا، والزيت والخل. وهنعمل جنبها طبق رز وطبق بطاطس ان شاء الله. نقول بسم الله. الشطة بالثوم، بسم الله. اللي ما بيحبش الشطة مش لازم، ثوم كفاية. كده الملح، نقلبهم على بعض. نحط بقى ايه كده حبايبي؟ الكمون، حبة شطة برضو صغيرين، حبة زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نجيب ايه؟ ليمون، نعمله ايه؟ طرنشات. كده ندخلها الفرن ان شاء الله. كده حبايبي هدخلها الفرن. البسارية ايه؟ ما بتاخدش وقت. وهطلعها ان شاء الله وهوريها لكم. واروح بقى ان شاء الله اعمل رز بالبصل، يكون ايه؟ المسارية استوت. نحمر ايه؟ طبق بطاطس. وبعد ما خلصنا حبايبي صينية المسارية كده الطازة، المسارية تبقى طازة، بتبقى طعمها جميل حتى وشكلها كده حلو يفتح النفس، بالليمون والبصل والخل والثوم والكمون. وده الرز والبصل، وحمرت طبق بطاطس جنبيها، وده طبق سلطة. وياريت تجربوا كده، والأكل إن شاء الله تعجبكم، ولايك وشير، وأشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.